السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. الفيديو ديالنا بما انه وصلت تقريبا الشهر المبارك رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحيحه وعلى الجميع ان شاء الله، هي اننا غادي ندير سلو. عندي هنايا غادي ندير اكثر من المقادير اللي غنعطيكم، عندي كميه اكثر شويه، ولكن غنعطيكم المقادير بجوج، يعني غنعطيكم المقادير ديال كيلو والمقادير ديال جوج كيلو. عندي هنايا كيلو ديال جوج كيلو ديال الطحين محمره، هانتوما كيف ما تتشوفوا عندي محمر، يعني اللي خصو يكون محمر مزيان. وعندي كيلو ديال الجنجلان اللي هكا محمر ومطحون، انا تنطحن نص تنطحنو شويه ونص غير تندورو دوره غير دوره في الماكينه باش يبقى هكا مفرفش، ما تيجيش غتيجي غير مقسوم بحال غير تقسموا الجنجلان. و الا بغيتو شي طحنه طحنوها مزيان كيف بغيتو، المهم انايا غير تنطحنو غير تنقسم. عندي هنايا كيلو ديال اللوز اللي مقلي مقشر ومطحون ومقلي هكا، تنخليه صحيح ما تنبغيش نطحنو، حيت هو اللوز مذاقو ما عندوش داك المذاق مجهد، ملي تنطحنو تيتخلط مع سميتو كاوكاو، ولا تقدروا انايا يعني اختياري، ولا تقدروا تطحنوا النص وتخليوه نص صحيح. وعندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو اللي حتى هو محمر في الفران ومطحون هكا مفرفش، يعني ما خصوش يجي مضعوق. وعندي هنايا كيلو العرب ديال السكر كلاصي، عندي جوج معالق النافع، جوج معالق ثلاثة د المعالق د حبة حلاوة، وجوج معالق القرفة. وعندي هنايا كيلو ديال الزبدة مع سمحوا لي مع يترو ديال نسيترو ديال الزيت. والزبدة انايا شنو تندير لها، تنخليها تتغلي حتى تيزول منها، ماشي تحرقوها ما ترجعناش بغنوازات، غير تيزول منها داك الحليب اللي غيضيع الناس اللون بعد، وتنخلطوها مع الزيت وخليوها تغلي وصافي باش نخلط سلو. انا ما تنبغيش سلو حلو فيه الحلاوه بزاف، فتندير الحلاوه هذا نتوما على حسب القياس ديالكم، لا تبغيو سلو حلو فانكم ديروا كيلو تقريبا ديال السكر كلاصي في جوج كيلو ديال الطحين والمقادير. غنبداو نخلطو دابا بسم الله، غادي نضيف هاد القرفة وحبة حلاوة والمسكة الحرة اللي عندنا، المسكة الحرة يضيف واحد ربعة معلقة تتكون صغيرة، هي معلقة ديال المسكة الحرة صغيرة، يدقها مع السكر ويديرها، ماشي ضرورية. أنا هانتوما كيفما تتشوفو ممتوفراش عندي، ما درتهاش. غادي ندير الجنجلان بسم الله، تنخلطو العناصر كلها. أنا تندير سلو ديالنا التقليدي اللي تنعرفو، دابا ولاو بزاف الطريقات ديال سلو، مي هدا سلو للمبتدئات، من الأحسن أنهم يديرو سلو هكا. اللوز ما تنديروش دابا حتى التالي باش ما يقصحنيش يدي ملي نكون تنعرف. غادي نبدا نخلط، غادي ندير سكر كلاصي، ضفت فيه النص وغنبدا نخلط بسم الله. سكر كلاصي ماشي ضروري انكم من الاول ديروا كلشي، اكثريه المبتدئات اللي ما تيبغيوش يعني السلو يكون حلو، فلو انكم خديتوا القياس والعبار وكلشي مضبوط بالنسبه لكم فاش غتذوقوا السلو غيجيكم حلو بزاف. فمن الاحسن ضيفوا نص الكميه ديال السكر كلاصي، الا كان مثلا عندكم نص كيلو فغتضيفوا غير النص ديال داك نص كيلو، كان عندكم كيلو غتضيفوا غير النص، دائما ضيفوا النص. ومنين تخلطوا سكر كلاصي تقدروا تزيدوه من بعد ماشي مشكل، يعني منين تخلطوا ذوقوا غيعطيكم القياس ديالكم ذوقوا، حيت هو بصح سلو كاين اللي تيبغي حلو بزاف وكاين اللي تيبغي يعني في الحلاوه يكون عادي ناقص في الحلاوه شويه ما يكونش حلو بزاف.
فكل واحد وكيفاش الذوق ديالو. انا شخصيا ما تنبغيش يكون حلو بزاف، تنبغيه يكون عادي يعني في الحلاوه. غنزيدلوش، ولكن الا جاني ناقص شويه فغنزيدلو داك الساعات ونقول لكم شحال دخل لي بالضبط. المهم غنعطيكم القياس ديال الكيلو. القياس ديال الكيلو ديال الطحين تنديروا معاه كيلو ديال الفرينه تنحمروها كيف وريتكم دابا، واللوز تنديروا نص كيلو، نص كيلو د جنجلان، نص كيلو د كاوكاو، يعني كيلو تنزيدو معاه نص كيلو. السكر كلاصي كيف قلت لكم مثلا غنديرو داك نص كيلو وندوقو، ما غاديش نديروه مكمول، ندوقو من داك الساعات الا جانا ناقص نزيدو. جانا هو هذاك ما نزيدش، ما نكملش داك نص كيلو كله، كل واحد والذوق ديالو في الحلاوه. هيا يدخلنا نص كيلو ديال الزبده وجوج الكيسان ديال الزيت. فالزبده حتى هي على حسب الطحين، كاين الطحين الزبده والزيت، كاين الطحين اللي تيشرب بزاف داكشي علاش، وكاين الطحين اللي ناقص في يعني ما تيشربش الكميه كلها. نسيت ما قلت لكمش السكر كلاصي ضروري تغربلوه باش ما تيعذبناش ويبقى مقوى. هانتوما كما شفتوا الزبده صافيه، يعني ما محتاجاش انا يا خرجت منها كاع داك الزيت. هنا عندنا الزبده سخونه، يعني حاولوا غير بشويه ما ديروش يديكم تحرقكم حيت الزيت راه تتكون سخونه. وراكم اللي يعني بوحديتو تيبغي سلو مي ما باغيش يدير بزاف، تقدروا ديروا حتى غير نص كيلو. غندير نص كيلو ديال الطحين، كيلو زلافه ديال الجنجلان، زلافه ديال الكاوكاو، زلافه اللوز، معلقه د النعناع، معلقه ونص ديال حبه حلاوه، حبه حلاوه تجي زوينه ومعلقه ونص القرفة. انا تنقول لكم معلقات كبار والزيت غادي تاخذ لكم داك نص كيلو مخلوط ما بين الزيت والزبده، وانتم على حسب هذا الا شفتوه ناقص راكم غادي تزيدوا. كاين اللي تيبغيه ناشف شويه فانه ينقص، وكاين اللي تيبغيه يكون يعني مزيت بزاف يكون فيه الزبده اللي دم يكون فيه بزاف، داكشي علاش كل واحد يعني ماشي بالضروره انها تقول لا ملي تندير سلو تجيب كميه كبيره وما صافي ما نديروش بلاش، نقدر نديرو كميه صغيره بزاف. انا عطيتكم كميه المقادير حتى ديال الكميه صغيره، وهو سلو تحتفظوا فيه به يعني مده طويله ما تيوقع له والو، لحقاش الزبده تنكونوا دايرين لها هذا ديالها محيدين لها داك الزبده اللي داك الماء اللي تيكون فيها وشاد راسها. ما ديروش العسل، العسل تينشف سلو مع الوقت سخون، العسل تينشف سلو، من الاحسن ديروا سكر كلاصي فتيبقى لنا سلو ديالنا مزيان عادي. واللي عنده بغى يدير يعني غير الدار وكميه قليله وهذا يقدر يدير العسل ماشي مشكل. غنبقى تندلك هكا تنخلطو، خصو يتدلك مزيان سلو، هذا هو السر ديالو باش كلشي العناصر تيتجهزو وتيتخلطو بعضياتهم. فتندلكوهم مزيان وانتبهوا لذاتكم لحقاش سخون تيحرق، حتى تيخلط حتى تنخلطوه ما حدنا تنخلطوه وهو تيبان لنا واش ناقصو الزيت والزبده اولا لا، خصو يتخلط مزيان.
صول عليك وخصكم تردوا البال من الزيت سخون. نتوما شفتوا تيجي واحد في المقادير في كل شيء، والمقادير ما عليكم غير تقل من اللي درت حتى تنقصوا الكميه ديال الفرينه والكميه ديال القوام. بغيتو كثر حتى تزيدوا في الكميه هذا الشيء اللي يعني سلوه، هو غير التخلاط ديالو هذا يعني وروينتو شويه، اما سلو فراه ساهل في الطريقه ديال الصواب ديالو. كافيني ملي دام هكا، ما غاديش نزيد حيت انا درت الكميه كبيره كيف قلت لكم، جوج كيلو ديال الطحين مع كيلو ديال من القوام، كيلو كيلو الحاجه. واللوز كيف قلت لكم حتى للتالي عاد تنزيدو انا يعني تقدروا نص طحنوه نص تخليوه هكاك صحيح. واللي متوفر عندها داك اللوز سختي اللي تيبغي هكا يخليه صغير صحيح، اللي متوفر سلس اللوز البلدي يعني داك الصغيور فاللذة ديالو زوينة لا علاقة، وفي نفس الوقت تيجي زويون في سلو هكاك صغيور. انا ما متوفرش عندنا داك الصغيور بزاف، داكشي علاش يعني ماشي بالضروري المهم زعما حيت الا كان متوفر مزيان انكم تستعملوه. هنا كافيني هكا في العريك هانتوما تتشوفوا مخلط مزيان، وكيف قلت لكم اللي دام تيبقى على حسب الضغط، يعني تقدروا ديروه هذا في اليدين تقدروا تنقصوا شويه ماشي مشكل. هانتوما شوفوا منين تنزيدو هاد اللوز هكا صحيح تيزيد يعطي واحد المنظر زوين، تيجي باين القوام ديالو. انا ما تيعجبنيش سلو القوام مضعوق، ما في ما يمكن تنفضل ما نديرش خطره، سلو هو القوام تيجيو باينين فيه يعني طحنوهم داك نص طحنه صافي. الدوره ديال الماكينه باره بس اللي هو القوام. هانتوما نتمنى ان هاد الطريقه تكون جاتكم سهله، ما بغيتش انا نهدر لكم التحمر ديال الطحين راه كلشي تيحمر. غادي ديروا طنجره وديروا فيها تخوي فيها داك الطحين ديالكم، تخوي بشويه بشويه يعني بحال مثلا الطنجره كبيره ديروا فيها غير كيلو ديال الطحين تحمروه عاود هذا، وانتم يديكم تتحركوا فيه ما البوطه ناقصه ويديكم تتحركوا باش ما يتحرق لكمش. يعني دائما هادو نصائح. بغيتوني ندير لكم المراحل ديال القلي ديال اللوز والجنجلان نحمرو وداكشي كله نديرو لكم، انا ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو، ما عليكم غير تخليهم لي في لي كومونتير نديرهم لكم ان شاء الله ما كاين حتى شي مشكل. فسلو ديالي من بعد ما وجدتو هانتوما كيف ما تيجي، نديرو فهاد الغسل هكا تيجي داك كاوكاو مع داك اللوز هكاك باين فيه صحيح، وتيجي في اللذة يا سلام. انا يا خدالي كيلو ديال تقريبا كيلو قل واحد نص كاس هكاك ديال السكر كلاصي، يعني السكر كلاصي ضروري خدالي يعني ما خداش بزاف. واللي بغاتو تقدروا تنقصوا في الكميه ديال السكر، ما ديروش هذه الكميه كلها ولا تزيدوا، نتوما عينكم ميزانكم. انا عطيتكم القياس وانتم من بعد تتبقاو تتحكموا في الكميه ديال الحلاوه اللي تتبغيو.
ونتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتخليوا لي في لي كومونتير. وحاولت انني نقدم لكم طريقه سهله اللي يفهموه يعني كاع حتى المبتدئات اللي ما عمرهم داروا سلو. نتمنى انه يكون عجبكم. سلامة، نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله في وصفه جديده.